نروح لموضوع مهم جدا النهارده، يعني بتمر علينا ذكرى رحيل الفنان الكبير والقدير عبد المنعم مدبولي. عبد المنعم مدبولي بصمه كبيره في تاريخ الفن المصري والعربي حقيقه، يعني ترك ارث عظيم من الاعمال الفنيه اللي خلدته كواحد من كبار فناني مصر والعالم العربي. تمر السنين وعمرنا ما ننسى عبد المنعم مدبولي. الأستاذ الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي ليه عدد كبير من الأعمال الهامة في السينما والمسرح والتلفزيون، قدر من خلال أعماله أنه يسيب بصمة واضحة في كل المجالات، وفعلا ساب خط جديد ومدرسة في فن الكوميديا أطلق عليها المدبوليزم. خلينا نتوقف عند محطات فنية تاريخية في ذكرى رحيل إمبراطور الكوميديا الأستاذ عبد المنعم مدبولي صاحب أكثر من 50 عام فن. معانا على التليفون الناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين. صباح الخير على حضرتك استاذ احمد. صباح الخير، اهلا وسهلا. طبعا الكلام بيطول عن الاستاذ الكبير عبد المنعم مدبولي، لو نبتدي من محطاته الاولى ودخوله لعالم الفن اللي قدر طبعا يثبت من خلاله نفسه من خلال حاجات بسيطه جدا في البدايه. هو الحقيقه استاذ مدبولي يعني بدايته كانت عن طريق المسرح، وفي نفس الوقت كان عن طريق اذاعه وبرنامج ساعه القلب. كان دايما هو بيحب الكوميديا، فساعة قلبك كان نقدر نقول ان هو افضل برنامج كوميديا في الاذاعه في منتصف الخمسينيات. نجح فيه عبد المنعم مدبولي بشكل كبير جدا. بعد كده المسرح بقى ومسرح التلفزيون تحديدا هو اللي عمل نقله في مشوار وحياه عبد المنعم مدبولي، سواء كممثل او كمخرج في المسرح. هو فنان شامل، يعني اشتغل إذاعة واشتغل مسرح سينما تلفزيون. طبعا قدم، كان صوته جميل وقدم بعض الاسكتشات، ودي من الحاجات الجميلة. في محطات كتيرة، بس عايز أتوقف بس في المسرح عند أهم مسرحية بالنسبة للجمهور المصري كله، اللي هي ريا وسكينة. وريا وسكينة احنا بنتكلم على سهير البابلي، شادية، عبد المنعم مدبولي. الثلاثة أسامي مش سهلة، وكل واحد ليه فيهم بصمة مهمة جدا. هذه المسرحية من أهم المسرحيات، كانت في بداية الثمانينات، وعمل مسرحيات كتيرة، بس احنا بنتكلم على ثلاثي مش سهل صحيح انه يقف على مسرح. فكان جميل جدا، وهو كان يعتبر رمانة الميزان ما بين صحيح القمتين، شادية صحيح. وهي اكتر حتى مسرحيه من مسرحيات الراحل عبد المنعم مدبولي معلمه وعايشه في وجدان المصريين والعرب جميعا، ريا وسكينه. عايز اسال حضرتك، الفنان عبد المنعم مدبولي صاحب مدرسه خاصه في الاداء سواء الكوميدي او التراجيدي، وصاحب يعني بصمه خاصه حتى في التعبير وتقديم ادواره المختلفه. اطلق انه في مدرسه كده اسمها المدبوليزم، اللون الفني ده او المدبوليزم دي من وجهة نظر الناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين أبرز ملامحها إيه؟ أبرز ملامحها اللي هي كوميديا الموقف وليست كوميديا النكتة والإفيه. المدبوليزم قايم على كوميديا الموقف اللي كان بيقدمه عبد المنعم مدبولي، ودي هنا بقى الكوميديا اللي بتعيش لفترات طويلة، لأن النكتة مهما حصل ممكن إن هي خلاص تفقد معناها، لكن الموقف نفسه بنضحك عليه وبنبتسم على مدار 50 و60 سنة، وده اللي عايش حتى الآن. عشان كده هو عنده مدرسة المدبوليزم، ودي يمكن من نهاية الستينيات كانت واضحة جدا بالنسبة لعبد المنعم مدبولي. أكيد النشأة كان فيها طبعا صعوبات زي ما حضرتك اتكلمت، واتكلمنا ان هو يتيم وفقير، احنا متخيلين ان ده خلاه يحس وهو بيقدم اعماله اللي كانت مختلفه وشفناها مع بعض. هو يعني النقطه دي بتبقى موجوده يمكن في معظم الفنانين، ان من رحم الماساه بتبتدي النجوميه او الموهبه الكبيره اللي بتثبت نفسها، وممكن تقدم العكس تماما من هذه الماساه، بتقدم كوميديا كبيره. ويمكن هو وفؤاد المهندس ومحمد عوض الثلاثة في فترة الستينيات قدموا أعمال أكثر من رائعة في المسرح، لأن هو مجد عبد المنعم مدبولي أكثر حاجة كان في المسرح، فهو كان عاشق للمسرح. فهو قدم هذه الكوميديا من رحم المأساة، فكان بيصل إلى كل الناس وكل الطبقات، وهو على خشبة المسرح.
صحيح، هو صاحب مدرسة فنية عظيمة تخرج منها يعني نجوم الكوميديا في أجيال كتيرة جدا. عبد المنعم مدبولي اسم له بريقه الخاص وله إسهامه الخاص في تاريخ الفن المصري. بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني.